فلوب للمرة الثانية، لأنه السيدة الوزيرة هذه أولا ما تمثلش حقيقة المرأة التونسية وتطلعات المرأة التونسية، ولكنها عندها سياسات خطيرة تجاه الطفولة بالتحديد. المرة الثانية بعد حدثت الفتيات الصغيرات اللي تم تنقيبهم هزين موتوا بغيظكم، وجات على وسائل الإعلام ودافعت على المسألة هذه وتخلات على الصغيرات، لأنها وزيرة، هي وزيرة المرأة والطفولة زادة، تخلات على الوليدات هذوما، ما دفع على البنيات هذوما، ما دفعتش عليهم، ما دفعتش على الطفولة. مرة ثانية تبين أنها زادة ما عندهاش علاقة بالطفولة، وما عندهاش سياسات واضحة تجاه حماية الطفل وحماية الطفولة. المرأة هذه أعتقد، أو السيدة هذه، أو الوزيرة هذه، لا تمثل لا المرأة التونسية ولا الطفولة التونسية، بل بالعكس هي ربما خطر على الطفولة التونسية.